قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الصف سورة مدنية، بالقول جميع أهل العلم أنها سورة مدنية، وتسمية السورة بذلك لورود قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح لله عز وجل، تنزيه الله عز وجل عن النقائص، لأن معنى التسبيح في اللغة بمعنى الإبعاد، ومقصود تسبيحه سبحانه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني نزهوه سبحانه وتعالى، كل من في السماوات ومن في الأرض نزهوه عن النقائص وعن القبائح سبحانه وتعالى، فصفاته صفات كمال ونعوته نعوت جلال سبحانه وتعالى. وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، والحكيم الذي أفعاله كلها تصدر عن حكمة بالغة. والعزيز اسم الله عز وجل، والحكيم كذلك اسمه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لما تقولون ما لا تفعلون، لما تعدون شيئا ولا تفون به، أو تقولون شيئا ولا تنفذونه. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله، هذا عتاب من الله عز وجل ونهي من الله سبحانه وتعالى أن تقول شيئا ولا تفعله، أو أن تعد ولا تفي. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طبعا هذا داخل في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هذا توجيه من الله عز وجل أن يكون ظاهر العبد كباطنه، وأن يتطابق قوله مع فعله، فلا يتكلم الإنسان بكلام ثم لا يفعله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أخبر الله عز وجل أنه يحب من عباده المجاهدين الذين يذودون عن الدين وعن العرض وعن النفس وعن المال. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. صفا أنهم يعني مترصين متلاحمين، يعني يقوي بعضهم بعضا، كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان تلاحمت أجزاؤه وترصت لبناته. وهذا يعني يدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأن الله جل وعلا يحب المجاهدين الذين يقاتلون في سبيله، وهذا في حض على الجهاد في سبيل الله، وفي كذلك توجيه من الله عز وجل إلى تعظيم أسباب الألفة والمودة والترابط بين المسلمين، وأن يكونوا جميعا لحمة واحدة، يعني كالبنيان المرصوص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. إذن توجيه من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بتقوية الأواصر والروابط والعلاقات بينهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وهذا يعني بنو إسرائيل كانوا قوم عناد وقوم جدل، وكانوا يخاصمون نبي الله موسى يجادلوه، ولذلك أنت يعني جاء عليهم من التشديد ما لم يأتي على غيرهم. لذلك رفع الله عز وجل يعني الأصار والأغلال التي كانت عليهم،
نعم الذين كما ذكر الله سبحانه وتعالى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. كانوا يؤذون موسى عليه السلام بالقول وبالفعل بالفعل يعارضوا ولا وكذلك يعني خرجوا عنه وعبدوا العجل من دون الله عز وجل منهم من عبد العجل وأمرهم بدخول القرية المقدسة فكان له أذية وكذلك كانوا يؤذونه في نفسه فكانوا يتهمونه يعني بالقبائح وبالرذائل نعم كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه فهنا قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون يعني أو أنتم متيقنون وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا يعني تولوا عن الاستجابة له وعن طاعته وأصروا على ما هم عليه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أزاغ الله قلوبهم يعني صرفها عن الحق وعن الهدى وعن طاعته سبحانه وتعالى وهذا كان عقوبة من الله عز وجل كما قال جل وعلا ومنهم من يقول أيكم زادت وفي قول جل وعلا يعني وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم عاقبهم الله جل وعلا بهذا الفعل بأن صرف قلوبهم عن الإيمان وعن الهدى وعن الطاعة نعم كذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم صرفها عن طاعته وصرفها عن الهدى وعن التوفيق أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ومن حكم الله عز وجل أنه لا يوفق الخارجين عن طاعته لأن الفسق لغة بمعنى الخروج فوالله لا يهدي القوم الفاسقين يعني الفسق بيبعد الإنسان عن توفيق الله عز وجل وعن إعانته وعن هدايته والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته هم أبعد الناس عن هداية الله عز وجل رب العالمين يبعدهم عن طاعته وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم هذا في هنا في توبيخ وتقريع لبني إسرائيل أولا في أذيات ابن موسى عليه السلام وكذلك في عيسى بن مريم لأنهم كان يقول وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس عامة فموسى عليه السلام لم يكن نبيا عاما وإنما كان لبني إسرائيل وكذلك عيسى بن مريم كانت رسالته موجهة إلى بني إسرائيل لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل وبنو إسرائيل هم بنو يعني هم ينسبون إلى من؟ إلى يعقوب إسرائيل هو يعقوب عليه السلام يا بني إسرائيل ودائما الله جل يخاطبهم بذلك توبيخا لهم لأن هم من سلالة نبي الله يعقوب يعني وكان ينبغي أن يكونوا على الإيمان وعلى الهدى كما كان يعقوب عليه السلام وهذا فائدة أن الله جل يخاطبهم يا بني إسرائيل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة إذن جاء عيسى بن مريم ليحكم بإيه؟ ليحكم بالتوراة نعم ولكن يعني هناك أشياء جديدة أرسلها الله جل له في الإنجيل لكن أصل الرسالة هو بيحكم بإيه؟ بيحكم بالتوراة إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأحمد هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم محمد لأن الله جل وعلا جمع له من الكمال ومن صفات الحمد ما ليس في غيره وكذلك اسم أحمد لأنه أحمد من غيره لله سبحانه وتعالى وسبق غيره في الحمد وهو صاحب الواء الحمد يوم القيامة والكل خلف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الواء الحمد يوم القيامة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات بالآيات الواضحات
قالوا هذا سحر مبين، كفرت به بنو إسرائيل وكفرت به يهود. نعم، وهم وعندهم في كتبهم أن عيسى بن مريم عليه السلام بشر بهذا الرسول. نعم، قالوا هذا سحر مبين، سحر واضح جلي. فتوعدهم الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. وهؤلاء عندما قالوا أنه سحر مبين كذب، فقال جل وعلا: من أظلم، من أظلم من هذا الذي افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك القوم، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وبالقطح في رسالة النبي عليه السلام، هم أبعد ناس أيضا عن هداية الله، لأن الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله، الوحي الذي أنزله الله عز وجل، وهذا هو نور الله كما قال جل وعلا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، بأقوالهم الكاذبة. وهذا معنى أفواههم، يعني أقوالهم الكاذبة، لأنهم كانوا يكذبون النبي عليه السلام ويكذبون رسالته. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولابد أن يتم الله عز وجل هذا النور ولو كره الكافرون. ولذلك النبي عليه السلام لما جاء خباب بن الأرط، والحديث في الصحيح، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديثه، قال: والذي نفسي بيدي ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين، يعني بيت لا في قرية ولا في مدينة إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. ولكن الحديث: ولكنهم قوم تستعجلون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. مهما حاول أعداء الله عز وجل أن يصدوا عن سبيل الله، ملحدين كانوا، يهودا كانوا، علمانيين، ليبراليين، كل مناقض يناقضون قول الله جل وعلا، كل هؤلاء: والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ودين الحق يعني الدين الحق، هو هذا الدين العظيم، الدين الذي يعني رضيه الله لعباده. نعم، ورضيت لكم الإسلام دينا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وكل أوامر الله عز وجل بتهدي الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يعني كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا أمته إليه فيها الهدى، هداهم إلى التوحيد، وهداهم إلى معالي الأمور، وهداهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، ودين الحق. وكذلك الأحكام التي أنزلها هي كلها من الدين الحق، وليست من الأديان الباطلة، الأديان التي حرفت. نعم، لأن اليهودية أو النصرانية محرفة، أديانهم محرفة، حرفوها وزادوا فيها ونقصوا فيها كتبوا بأيديهم ما لم يعني يكتبه الله سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه فيه بشارة، بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وبشارة لأمته، بأنه لابد أن يظهر الله عز وجل هذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ليضع الله بيت مدعي ولا وبر، يعني بيت في أي مكان. وطبعا احنا عارفين الان ان في اماكن كثيره لم يصل اليها الاسلام، سيصل باذن الله سبحانه وتعالى، كل الارض يصل اليها باذن الله جل وعلا الاسلام. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ولما يكون هناك مصباح وهداية ونور، وفي فريق من الناس يريدون يطفئوا هذا النور، فيجب على أهل الحق أن يدافعوا عن هذا النور الذي يحاول الكفار إطفاءه، يعني لا يقفون موقف متفرج، لا، تدافعون عنه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم
وهذه مناسبة الأمر بالجهاد بعد قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله، يعني لابد أن تدافعوا عن هذا الحق. نعم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذا شرع الله للمؤمن الجهاد لكي يعني يحطموا هذه الأصنام التي تريد أن تطفئ نور الله عز وجل. يا ولكن جاء الحد بأسلوب عظيم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. طب لماذا كانت تجارة؟ لأن هنا في بيع وشراء. تجارة فيها إيه؟ فيها بيع وشراء وفي مغنم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن المسألة هنا إيه؟ تجارة فيها شراء، يبيع المؤمنون أنفسهم لله عز وجل، يعني يبذلونها في سبيل الله. والله جل وذلك الشهيد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. كما أن الشهيد بذل حياته لله عز وجل فعوضه الله عز وجل حياة كاملة. حديث الذي في صحيح مسلم حديث المسعود رضي الله عنه مرفوعا إن أرواح الشهداء في أجواف طيب الخضر تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فهنا الشهيد هنا أعطاه الله الله جل وعلا حياة كاملة لم يعطيها لغيره. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله؟ أولا لأن الإيمان شرط قبول أي عمل. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، والجهاد ولابد أن يكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بأموالكم وأنفسكم. ودائما في كل آيات الجهاد ترى تقديم الجهاد بالمال على النفس، لأن المال له نفع عظيم في الجهاد. الإنسان عندما يجاهد بنفسه يجاهد بإيه؟ بنفس واحدة، لكن عندما يجاهد بماله يجهز مجاهدين كثر لماله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن جهز غازيا فقد غزا. نعم. وهذا يدل على أهمية أن يكون عند المؤمنين قوة مالية واقتصادية. مثلا مش يكون كل الإخوة مثلا كل الناس كلها بتبيع عطور وتبيع كذا وبعدين يعني كلنا هنبقى يعني لا لازم يكون عندنا قوة بإذن الله جل وعلا وتتعبد الله سبحانه وتعالى في الهندسة وفي الطب وفي التجارة وفي العلم وفي في في مناحي الحياة كلها حتى يكون عند المؤمنين عند في قوة عندهم يعني يدفعون بها أعضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفكر الصوفي اللي هو الذي يقوم على خراب الدنيا ده فكر باطل، يعني فكر هادم لا يبني. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليزرعها. هو الزهد معناه إحنا نخرب الدنيا ويبقى الكفار وإحنا كلنا نكون كده منزوين في جانب الكفار عندهم أسباب القوة وأسباب الآلات والمال ونحن بكون بقى نكون يعني نهيبة. ولذلك الكفار دايما بيستعملوا الفكر الصوفي ده. والله العظيم نابليون لما دخل مصر وزع على الناس في الحملة الفرنسية وزع عليهم إيه؟ وزع عليهم قال لهم إن, إن, إن دخول الفرنسيين مصر ده قضاء ولازم تسلم للقضاء خلاص. يبقى طالما الفرنسيين دخلوا مصر يبقى ده قضاء. وده الفكر الصوفي الفكر الباطل الفكر الجبرية إن خلاص إن كل شيء ما وضيعهم فكر ده ضايع. وذلك الصوفية قال نحن ما لناش في الجهاد ولا لنا في كذا ولا لنا في كذا. وبعدين طب الدين كله إيه؟ الدين كله بفضل الله كله تعاليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مجاهدا في سبيل الله وكان قائدا يدبر الأمور وكان يراسل الملوك ويراسل الوفود. نعم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون ما أعده الله عز وجل للمجاهدين ولو كنتم تعلمون منافعكم الحقيقية. ها؟ لأن الجهاد مكروه للنفوس. كتب عليكم القتال وهو
كره لكم، يعني في اتلاف للنفس او بعضها وفي اهوال، ولكن ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم، وهذا من اعظم يعني جوائز المجاهدين في سبيل الله، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن. نعم، والمساكن هذه مساكن طيبه، جنات عدن يعني جنات اقامه خلود دوام. عدن هذا من يعني جنات عدن من اضافه الشيء الى موصوفه، يعني هي جنات اقامه، جنات خلود، جنات اقامه من عدن بالمقام، من عدن بالمكان اذا اقام فيه. ذلك الفوز العظيم، هذا الفوز الذي لا يدانيه فوز، اعظم فوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في البخاري يقول ان في الجنه 100 درجه، 100 درجه، ما بين الدرجه والدرجه كما بين السماء والارض، اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، درجات منه ومغفره ورحمه. واخرى تحبونها، خلاف بقى الجزاء الاخروي، في بشاره دنيويه ايضا مترتبه على الجهاد. واخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين الصادقين الذين يجاهدون في لإعلاء كلمة الله، بشرهم بالنصر. نعم، إذن الجهاد مرتب عليه الفضل الأخروي وكذلك الفضل الدنيوي، نصر من الله وفتح قريب. طب ولو ترك الناس الجهاد، هتنتهك أعواته وانتهك حرمته، ويكون نساءهم في أيدي الظلمة والكفرة والفجرة. فلذلك الله جل وعلا يقول انكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك رسولا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يا أيوة إذن النصر ده إن شاء الله مرتب على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعدين إن في الجهاد أيضا كما ذكر في آية التوبة قاتلوهم، عد بقى، عد 6 أشياء مرتبة على القتال. قاتلوهم يعني قتال، يعذبهم الله بأيديكم بالقتل والسبي، ويعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على ما يشاء، ومنهم اللي ربنا هيتوب عليهم لما يرى المؤمنين الصادقين ثابتين في القتال، فحيتلألأ نور العقيدة في عينيه ويتوب الله على من يشاء. لكن لو فروا المؤمنين وتركوا الكفار يبقى يثبتوهم ولا لا؟ لذلك ربنا حرم ايه؟ حرم الفرار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أنا هتثبتوا على الكفر وتعرفين أين الجنة اللي تبحثوا عنها. ثم جاء التوجيه الأخير في الصورة، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار لله وأنصار لدينه وأنصار لشرعه وأنصار لأحكامه وأنصار لرسوله عليه الصلاة والسلام وأنصار لسنته. كونوا أنصار الله، ناصروه، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري، من أصحابي الذين يعينونني على التقرب لله سبحانه وتعالى، من أنصاري إلى الله الذين يعينونني على التقرب لله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه والبذل النفس والمال في سبيله. قال الحواريون نحن أنصار الله. هذا هم الحواريون، يعني أصحاب عيسى بن مريم كلهم كانوا على الإيمان. كتب النصارى الآن بتشهد أن الحواريين ارتدوا بعد عيسى بن مريم وأنهم عبدوا المسيح بن مريم، وهذا كذب، لم يحدث. قال الحواريون نحن أنصار الله، نصروه. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، كفرت طائفة اللي هم الطائفتين اللي هم كفر، الطائفة اللي كفرت على فآمنت الطائفة اللي هم آمنوا بأن عيسى ابن مريم إيه؟ رسول من عند الله. نعم، وهؤلاء هم الموحدون
من النصارى، هم ليسوا نصارى، هم واحدون، ولكن كفر الطائفتين من بني طائفة من بني إسرائيل على نوعين. نوع اتهم عيسى بن مريم بأنه بالعظائم، واتهم مريم بالعظائم، ونوع آخر غلا في المسيح ابن مريم حتى عبده مع الله وصيره إلها مع الله. فآمنت طائفة بني إسرائيل هم الموحدون، وكفرت طائفة، كفرت اللي هم نوعين، نوع اللي هو عاد ابن مريم، عاد المسيح ابن مريم ونسبه وأمه إلى الرذائل، ونوع آخر اللي هم غلوا في المسيح فرفعوا فوق مرتبة بشريته إلها مع الله أو ابن الإله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أيدهم كيف؟ أيدهم الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله عز وجل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ولذلك لن يظهر أبدا أبدا هؤلاء على أهل التوحيد، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيد الله جل وعلا الموحدين من بني إسرائيل، أيدهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة من الله عز وجل بعلو هذا الدين وظهور هذا الدين على الدين كله كما ذكر الله سبحانه وتعالى. سورة الممتحنة ولها تسميتان، سورة الممتحنة والممتحنة بكسر الحاء، إذن هي لا تسميتان، تسمية بفتح الحاء وتسمية بكسر الحاء. الممتحنة، الممتحنة اسم مفعول، وسميت بذلك لأن فيها امتحان النساء. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. النساء المهاجرات تمتحن، هاجرت لله ولا هاجرت لغير الله؟ إن هاجرت لله يبقى لا ترد أبدا، فلا ترجعين، علمتهن مؤمنات فلا ترجعون لكفرة. إذن هنا سميت الممتحنة لأن هنا هيذكر إيه؟ امتحان النساء المهاجرات. طب والممتحنة؟ الصورة التي فيها الامتحان، الصورة التي فيها الامتحان. الممتحنة هنا اسم فاعل من امتحن، يبقى الصورة التي فيها الامتحان يبين فيها ايه؟ فيها التسميتان الممتحنة، والمقصود بها نزول آيات الامتحان للنساء، المرأة التي يعني التي تمتحن، نعم، وهي وهن المهاجرات. والممتحنة يعني الصورة التي فيها الامتحان، والصورة مدنية. سبب نزول هذه الصورة، في سبب لنزول هذه صدر هذه الصورة. السبب في ذلك هو لما عزم النبي عليه السلام على غزو مكة، نعم، وأمر أصحابه أن يتجهزوا، ودعا النبي عليه السلام ربه عز وجل الله، قال اللهم عمي عليهم أخبارنا، لأن لهم عيون، فكان يخبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يفاجئهم لما نقضوا العهد معه. فهنا حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل رضي الله عنه، حاطب ابن أبي بلتعة كان له أهل في قريش وله مال في قريش، وهو لم يكن من قريش وإنما كان حليف لعثمان بن عفان، فأراد حاطب أن هو كل يدي عند قريش فلا يأخذون ماله ولا يظلمون من بقي من أهله، فأرسل إليهم بقرب مسيم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. لا شك أن هذا خطأ كبير، لكن لم يفعل هذا لا ردة ولا خيانة، وإنما كان له قرابات. طبعا هذا الفعل آثم وفعل محرم، ولكن هو لم يفعل هذا ردة ولا خيانة، وإنما عذره اللي هو اجتهد فيه مع نفسه أنه أراد أنه يحمي أهله وقرابته. فأرسل إليهم خطاب مع امرأة من قريش بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الوحي للنبي، والحديث الصحيح، فينزل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وآخرين من أصحابه، فيقول لهم انطلقوا إلى روضة خاخ فإن فيها ضعينة معها خطاب،
وأطرق على الطريق، انطلق علي رضي الله عنه ومن معه، ووجدوا المرأة في المكان الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا للمرأة: أين الخطاب الذي معك؟ لا تعطين السيف. فقالت: ما معي شيء. قال: لا علي، لا تعطين الخطاب أو لنجردن السيف. يعني الخطاب معك، عندهم أمر خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرجته من شعرها، من عقاصهم يعني، من شعرها وأعطتهم إياه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من قريش يخبرهم بما سئل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، لم أفعل ذلك يعني ردة ولا خيانة. وحكى له العذر، كان لي قرابات ولم أكن من قريش. فقال له عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر أن الله اطلع. حطب كان بدريا، شهد بدرا. فقال: وما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع عمر من هنا أن يتسلط على حاطب، لأن الله جل وعلا غفر لأهل بدر، لأن الله تعالى غفر لأهل بدر، يعني حتى العمل ده الحاطب مغفور. قال: وما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بدر كانت من المواقع الفاصلة، المواقع التي عز الله عز وجل في الإسلام وغيرت مجرى التاريخ. فلا شك أن من شارك في بدر ليس كفير، وعفى الله عز وجل عن حاطب لكونه شهد بدرا، مع أن العمل ده كبير من الكبائر. ونزلت هذه الصورة. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أولياء يعني، والخطاب هنا لما طوى الله جل يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، فتعلم أن من مقتضيات الإيمان ما سيأتي، فالإيمان يتعارض مع الولاء لعداء الله. كيف يكون مؤمنا من يوالي عداء الله وينصرهم على المسلمين ويعاونهم على المسلمين؟ لا شك أن هذا يقدح في إيمانه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ونزول يا أيها الذين آمنوا دلالة على أن الله جل وعلا لم يخرج حاطب عن الإيمان، ما هو كان بدري، والله جل وعلا غفر له ذلك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والنهي بقى للأمة كلها، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هم كفار، سبوا الله سبحانه وتعالى وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تجعلهم أولياء؟ يهود كانوا أو نصارى أو عباد صنم أو عباد حجر. يعني تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم. هم أخرجوكم وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم واضطروه لخروج، وخرجوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعذبوهم وآذوهم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم لأجل إيمانكم بالله وهو ربكم سبحانه وتعالى، ولابد أن تؤمنوا به. هم أخرجوهم ليه؟ أن تؤمنوا بالله ربكم لأجل إيمانكم. يعني هنا أن هنا مصدرية، يعني أخرجوهم لأجل الإيمان. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تفعلوا ذلك. يعني هنا جواب الشرط هنا محذوف، لابد كنت تفهم الآية: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذا الشرط، فعل الشرط، الجواب فين؟ محذوف، يعني فلا تفعلوا ذلك. لأن من طريقة العرب، العرب دائما تحذف كل مكان، كل مكان معلوما تحذفه، وهذا بيدل على عظمة اللغة العربية والقرآن بلغة العرب. فهنا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، الجواب محذوف، أي فلا تفعلوا ذلك. تسبون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، لأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، سبحانه وتعالى كل شيء معلوم عند الله سبحانه وتعالى. تسبون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم بعد هذا الأمر وبعد هذا التحريم وبعد هذا الخطاب، ومن يفعله منكم فقد ضل
سواء السبيل أخطأ، سواء السبيل أخطأ الجادة وصار فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فذلك الله جل وعلا يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، من يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي قوم الظالمين. يعني من تولى اليهود منهم، ومن تولى النصارى منهم. إن يثقفوكم، ولماذا شرع الله عز قطع الموالاة مع هؤلاء؟ لأنهم أخرجوا المؤمنين وكفروا بالله وبالرسول، نعم، وأذوهم. وكذلك قوله تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني لو التقوا معكم حيقاتلوكم أعداء. إن يثقفوكم يلقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هم يعني لو ظهروا عليكم يعني حيقتلوكم بالقول وبالفعل، يعني يؤذوكم بالقول والفعل. نعم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، باليد بالقتل وبالسبي والاعتداء على الأموال والحرمات، وباللسان بالسب والشتم. وودوا لو تكفرون، وكل ده القتال ده والسب والشتم ده جاي وودوا لو تكفرون، يعني أن تكونوا مثلهم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يعني هذه الأرحام والأولاد التي تشبهكم على ذلك لن تنفعكم. لماذا؟ لأن يوم القيامة هيفصل بينكم وبينهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم ندبهم الله عز وجل إلى جعلهم أسوة حسنة يتأسون بها ويقتدون بها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، لكم في أسوة حسنة، قدوة حسنة تقتدون به وتأتسون به. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، قول قومهم الكفار إنا براء منكم، نتبرأ منكم ونعاديكم ونبغضكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. ولذلك الله جل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولماذا يقدم الكفر بالطاغوت؟ لأنه لا يصح لك الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت. ما ينفعش الإيمان بالله، واحد يعبد الله ويعبد معه غيره يبقى ليس عابدا لله. ولذلك كلمة التوحيد هي إيه؟ لا إله إلا الله، براء من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولاء لمين؟ يعني نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وهذه معنى أنك تتبرأ منه، وإثبات الألوهية لله عز وجل. لا إله إلا الله، ومش هيتم أنك تثبت الألوهية لله إلا بعد لما تنفيها عما سوى الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم كلمة في الوجود. وبدا بيننا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني أنتم لكم الأسوة إلا في هذه المقالة. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام لما قال هذه المقالة لأبيه كان يرجو إيه؟ كان يرجو إيمانه، فقال له يعني لأستغفرن لك. لكن لما تبين لإبراهيم بأنه عدو لله، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله
تبرأ منه. ولذلك الله جل يقول يعني هنا القدوة بإبراهيم نعم إلا في هذه المقالة، لأن إبراهيم عليه السلام يعني قال له ذلك وكان يرجو منه الإيمان ويعود، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حنين. ولذلك نهى الله المؤمنين في سورة التوبة عن الاستغفار للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إلا قول إبراهيم لأبيه يعني لا تقتدوا بذلك، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وطبعا لما هيكون في براء وعدم، وإن المؤمنين يعني يعلنوا البراءة من الكفار هيكون في حصار عليهم ويكون في تضييق عليهم، وهذا مشاهد واقع. زي ربنا عليك توكلنا، شوي معنى هذا الدعاء ربنا عليك توكلنا، أن يعني أن تكفينا من جميع الأمور سبحانه وتعالى، وأن تتولى جميع أمورنا. ربنا عليك توكلنا، وتقديم هنا الجار والمجرور عليك يدل على أن هذا يخص الله سبحانه وتعالى، لا تتوكل على غيره أبدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، رجعنا واستغفرنا وتبنا إليك، وهذه معنى الإنابة، وإليك أنبنا وإليك المصير، إليك المرجع وإليك المنتهى. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تسلط علينا الكفار تسليطا يجعلهم يرون أن ما هم عليه حق. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. طبعا هذه كلها أخبار يراد بها إيه؟ يراد بها أن الله جل وعلا يعني يأمر عباده بأن يدعو بهذه الأدعية، هذه أدعية لا شأن عند الله. ولذلك دائما تنتبه إلى أدعية القرآن التي بيّنها الله لعباده، فهي مما يحبها الله سبحانه وتعالى ومما يجيب سائله بها، لذلك يذكرها سبحانه وتعالى. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي كل أفعاله تصدر عن حكمة بالغة سبحانه وتعالى. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه صفة المؤمنين، أن يكونوا موالين لله عز وجل، معادين لأعداء الله، توالي من ولاه الله وتعادي من عاد الله. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى عن أوامر الله سبحانه وتعالى، ومنها ترك موالاته هؤلاء، يتولى يعني يعرض ويترك أمر الله عز وجل بهذا، فإن الله هو الغني الحميد. الله جل وعلا غني عن عباده جميعا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لا يحتاج إلينا سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وعسى في القرآن واجب، يعني إذا قطع الله عز وجل الموالاة فقد يهدي الله سبحانه وتعالى لكثير منهم، وممكن تكون هذا الهجر لهم وهذه البراءة منهم دافعة لكثير منهم أنهم يتوبوا. وإلا لما المسلمون الآن ينضمون إلى النصارى وإلى اليهود، طب ما بيثبتوهم على الباطل، والله دي كلها أديان. لا مش أديان، كانت أديان قبل بعثة النبي عليه السلام. بعد بعثة النبي عليه السلام إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني ما المسلم تعمية الناس الآن، لا أديان دي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد البعثة في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير على كل شيء، والله غفور رحيم. سبحانه وتعالى غفور لمن أذنب ثم عاد إليه رحيم به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
وهنا في فرق بين بين الموالاة وبين الإحسان. موالاة الكفار تعني ماذا؟ موالاة الكفار تعني محبتهم وتعني نصرتهم وتعني إعانتهم على المؤمنين، وتعني في أقبح حالاتها الرضا بما 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 هم عليه من الدين. لكن الإحسان مطلوب، الإحسان لكل الناس حتى هؤلاء. ولذلك الله جل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دين. من في كفار لو هم قاتلونا في الدين ولو هم أخرجونا من ديارنا، يعني نعم أن تبرهم وتقسط إليهم، يبقى لا مانع أن أنت تبر حتى كافرا وتحسن إليه طالما أنه هو لم يقاتل في الدين، ها؟ لم يقاتلوكم في الدين، يعني لم يقاتلوكم على الدين ولم يخرجوكم من دياركم، فدل على أن الذين يقاتلون ده شيء آخر، ده محارب. إذن ليس كل الكفار شيء واحد، في كافر محارب، محارب يعني إيه؟ يحاربنا في الدين، وفي كافر غير محارب. فالكافر غير المحارب: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إن الله إذا المقسطين هم من؟ هم الذين يعدلون في أهلهم وأموالهم وما ولوا. بالنسبة للمودة، لا المودة، لا في فرق بين المودة وبين البر، إنك تحسن إليه. ولذلك أسماء رضي الله عنها لما قدمت لنفسها قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، يعني راغبة عن الدين، أفأصلها؟ قال: صلي أمك. ما في فرق بين الصلة وبين المودة. أنت ممكن تحسن إليه، تصدق عليه، لا حرج، لكن المودة اللي هي المحبة في القلب لا، لابد. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا، المودة شيء آخر. الإحسان ما ليس في حرج طالما أنه لم يقاتلنا في الدين ولم يخرج المؤمنين من ديارهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، اللي هم الكفار المحاربين اللي هم قتلونا في الدين، اللي بيقتلوا المسلمين على دينهم، وظهروا على إخراجكم وتعاونوا على إخراج المؤمنين من ديارهم، نعم، أن تولوهم. هنا إيه؟ لا تتولى هؤلاء. إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم أن تولوهم. هنا الموالاة لا يمكن أبدا. المجرمون الآن اللي هم بيخرجوا اللي أخرجوا المسلمين في سوريا الآن، أخرجوهم من ديارهم 6 ملايين لاجئ الآن، خرجوهم من ديارهم بالقصف والتدمير والسبق. وهؤلاء يعني العلوي يعني النصيرية والرافضة مع بعض، ومعهم قوى الشر كلها في العالم، كلهم متحالفين على المسلمين. الراجل بيضرب بالطيارات، بيضرب على الأطفال، بيهدم مدارس فوق على التلاميذ، وبيهدم بيوت على ساكنيه، والعالم كله لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. الدماء اللي تجي المسلم، لكن لو في كلب مات فحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، هتقول لك والله ده كلب، كيف يعملوا هذا؟ وهذا دايما يخلي المؤمنين اوعى تتعلق بهؤلاء، لا تعلق نفسك ولا تترجو خيرا من هؤلاء. لو كان عندهم خير كان عندهم خير في دينهم، كان عبد رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تعلق قلبك بهؤلاء. يا أيها ومن يتولهم، اللي حيتولى بعد كده وينصرهم ويحبيهم، ها، وينضم إلى صفوفهم ويعاونهم على المسلمين، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وهذا هو السبب تسمية الصورة بإيه؟ بالممتحنة. فامتحنوهن، امتحنوهم يعني الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون للكفار. كيف الامتحان؟ إن المرأة التي جاءت مهاجرة وتركت الكفار، فتسأل لماذا هاجرتي؟ هذا هو الامتحان. إن كانت هاجرت لله عز وجل وللنبي ولنصرة دين الله ولأنها مؤمنة، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. انتبه أن الآية دي نزلت بعد صلح الحديبية، لأن كان في صلح الحديبية كان من ضمن
بنود الصلح، أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم واحد مسلم، واحد من قريش أسلم، يرد إليه، وهم إذا جاءهم مسلم إليهم لا يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، هذا الفقه. وعمر رضي الله عنه اعترض، قل يا رسول الله يعني أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال نعم. قال فعلام نعطى الدنيا، ألسنا الحق وهم على الباطل؟ فيقول بلى. قال فعلام نعطى الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر إني رسول الله ولست عصيا. فتنزل بقى هذه الصورة حتى لا يتوهم إيه؟ إن لو جاءت امرأة ترد كالرجل، مع إن الاتفاقية لم تتضمن هذا، فقط تضمنت الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك لأنه يعلم بأن الله سيجعل لهؤلاء فرجا ومخرجا. يعني أبو جندل، يعني أبو بصير، يعني لما جاء وجاء سهيل بن عمرو هو ابنه، فجاء سهيل بن عمرو قال هذا أول ما أخاصمك عليه، ابنه سهيل بن عمرو كان جاء يفوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله معه، وربنا جعل له فرج وخرج وقتل الرجلين من المشركين، وصار له جماعة بقى، جماعة أخرى قريش بعد كده هم اللي اضطروا النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يؤويهم عنده، لأنه كان بيقطع عليهم الطريق. الشاهد ان الصورة نزلت هنا بهذه الايات انها ان المؤمنة لو هجرت لا ترد للكفار، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لماذا؟ لا هن حل لهم، لا المؤمنات يحلون للكفار ولا هم يحلون لهن، ولا الكافر انه يتزوج مؤمنة. ولذلك الله جل وعلا يعني يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. طيب لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. مين بقى؟ المرأة المؤمنة دي مش لها زوج كافر؟ ها؟ أعطاها ما؟ فأمر الله المؤمن أنه يرد مهرها للكافر ده، وآتوهم ما أنفقوا. فتعلم عظمة هذا الدين، سبحان الله، مش مجرد أنها جرت بس، لا، وآتوهم ما أنفقوا، يعني المهر اللي دفعها زوجها الكافر لها يعطى له. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا مانع أن المرأة دي ينكح رجل من المسلمين ومن المؤمنين. نعم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا يجوز أبدا أن لو المرأة ارتدت عن الدين أنها تمسك، والكوافر جمع كافرة مثل الخوالف جمع خالفة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والكوافر جمع كافرة، يعني لا يجوز الإبقاء على المرتدات من المرأة إذا ارتدت انقضى عقد الزوجية. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. طيب ومهر المرأة الكافرة اللي زوجها الذي دفعها لها زوجها، يبقى اسألوا الكفار المهر ده اللي انتوا دفعتوه. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. وهم كذلك لما تهاجر منهم المرأة هي مؤمنة، يطالبوا المؤمنين بأن يردوا إليها، يعني بأن يردوا إليهم مهرها الذي دفع إليه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وهذا الحكم اللي ربنا شرعه، هذا حكم الله حكم بينهم يحكم بينكم. ربنا حكم بهذا أن المرأة المؤمنة لما تهاجر فيعطى زوجها الكافر من المهر اللي دفعه لها، وكذلك المرأة إذا ارتدت وذهبت للكفار فزوجها المؤمن يطالب الكفار يدفع لهم ذلك. ذلكم وهذا اللي ذكر ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سبحانه وتعالى عليم بما ينفعكم وما يصلحكم، وعليم بكل شيء سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في مواطنها، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، طيب يعني ذهبت نساء وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني بقيت لكم يعني نقود مهور، ناس من المؤمنات ارتدوا وذهبوا للكفار. نعم.
فرفض الكفار انهم يدفعوا ايه؟ ان يدفعوا هذه الاشياء. وان فاتكم شيء من ازواجكم الكفار فعاقبتم، يعني غنمتم منهم بعد ذلك، يبقى يعطى الازواج من هذه الغنيمه. وان فاتكم شيء من ازواجكم الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. يبقى المال اللي هو الكفار رفضوا يدفعوه فحصل قتال، وهو وربنا بينص على الكفار ليه؟ لانه يعلم ان المؤمنين مش محتاجين ان هم خلاص سمعوا امر الله يبقى هينفذوه. لكن المشكله فين هنا؟ المشكله عند الكفار، لانه ما عندهم قيم ولا عندهم شيء، اي شيء يعني يلزمهم، ما شيء يلزمهم. فقال جل وعلا: وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم، يعني قاتلتم هؤلاء فغنمتم منهم مالا، فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، اعطوهم بقى المهم لدفعت قبل تقسيم الغنيمه. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، اتقوا الله يعني نفذوا احكام الله سبحانه وتعالى وخافوا سخطه باتباع اوامره. وهذه معنى تقوى الله، انك تنفذ ما امر الله سبحانه وتعالى خشيه منه سبحانه وتعالى. وهذه معنى تقوى الله، انك تتقي سخطه، تتقي غضبه. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وهذه في بيعه النساء، يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن، لان كانت الكفار كان من عادتها انها بتقتل الاولاد وأد البنات، ولا يقتلن اولادهن. طبعا قتل الاولاد ايضا داخل ايضا في المنع من الاعتداء في مساله الاجهاض ونحو ذلك، وهذا كله ممنوع في الشريعه الا اذا كان هناك ضروره يعني تلجئ لذلك. ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، ومعنى انها تلحق بزوجها ما ليس منه، وهذا هو البهتان، انها تلحق بزوجها من الولد ما ليس من زوجه. ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك في معروف، هنا جاء تفسير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن ايه؟ عن النياحه. نهى النساء عن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على هذا. ومنها وكانت هناك امراه موجوده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هيبايعهم على ترك ايه؟ على ترك النياحه، وهذا المقصود بها ولا يعصينك في معروف. فامراه منهم رفضت انها تبايع، قالت والله اسعدتني فلانه فانا هروح اسعدها وارجع مره ثانيه. اسعدتني يعني ايه؟ يعني هي ساعدتني في النياحه في الجاهليه، فانا هسعدها اروح انا اسعدها. كان عندها هي ميت ايضا فهتذهب اليها، فأذابت إليه وسعدها ثم عادت وبايعة النبي عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على ترك النياحة، لأن النياحة محرمة، وهذا المقصود بها ولا يعصينك في معروف. والنبي عليه السلام يقول النائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله السلامة والعافية. يعني الجرب نسأل الله قميص عليها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن النياحة يعني النياحة الندب واللطم وشق الثياب، كل هذا محرم. ولا يعصينك في معروف، أنا كلها محرم. إذا هذه بيعة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيع النساء فمدت المرأة يدها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع الرجال إيه؟ بالمصافحة، يصافح يده، وهذه البيعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيع النساء كلمهم بذلك، فمدت المرأة يدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة أبدا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس الآن يسلم على واحدة يروح مصافحها، لا، إذا كان ربنا حرم النظر يبقى واحد يعني يصافح يد ويد امرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن على ذلك، بايعهن على الإيمان، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، ختام الصورة هيعود على أول الصورة، يوافق أولها
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ومن اللي ربنا غضب عليهم؟ أكثر الأقوام من اليهود، فباءوا بغضب على غضب. نعم، وكل المشركين مغضوب عليهم، ما فيش حد من المشركين، لكن اليهود يعني لهم خصوصية في الموضوع. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوهم بالنصر وبالمحبة وبالمودة وبالإعانة، هذه كلها معنى التولي. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد يئسوا من الآخرة، يئسوا من وجود أي خير لهم في الآخرة، كما يئس الكفار الذين ماتوا على الكفر من أي خير لهم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم عاينوا، لأن ما من ميت يموت إلا وقامت قيامته ويرى مقعده من الجنة ومن النار. فالكفار لما ماتوا على كفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، مش كافر يموت ربنا يغفر له، لا، يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن قوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، يعني كل هذه الطوائف من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، كل هؤلاء يئسوا من وجود أي خير لهم عند الله عز وجل، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار لأنه تيقنوا ما لهم عند الله عز وجل وأن لهم جهنم وبئس المصير. هذا آخر السورة إن شاء الله جل وعلا. بقي لنا من المنهج سورتان، سورة الحشر وسورة المجادلة، إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.